هذا لو لم تتم هذه الإصلاحات، ما هي الخطوة التالية لديوان المحاسبة؟ أؤكد وأجدد أن الديوان هو مؤسسة عامة يحكمها قانون، لن يستطيع أن يتغول أو يتجاوز اختصاصاته المسندة إليه طبقا لقانون إنشائه. وممكن حتى نعرج عليها بسرعة بسيطة، يعني هي عبارة عن إصدار تقارير إلى جهات الاختصاص للتحقيق إذا تبينت مخالفة قانونية أو جنائية، إصدار التقرير السنوي، التمديد، المادة 20 وما يتعلق بقاعدة الرقابة المصاحبة. فهذه هي الاختصاصات التي كفلها القانون لديوان المحاسبة المنظمة له. إذا ماذا بعد؟ أولا يعني الديوان لا يطمح أو يتمنى إلا أن يوقف حسابات أو أرصدة أو يتغول على جهة تنفيذية أو يدخل حتى في اختصاص تنفيذي للجهات التي أوكل إليها المجتمع تنفيذ ميزانيته أو إدارتها أو الحفاظ على أمواله العامة. حتى أن القوانين الدولية والمنظمات الدولية المهنية تحرم على الأجهزة الرقابية العليا الدخول في مهام تنفيذية، لأن هذا يتعارض مع استقلاليتها. وبالتالي عندما يلوح بتنفيذ المادة 20 أو رقم المصاحبة وقت الحسابات، هو لا يطمح إلى تسيير دفة الدولة أو وضع يده على بعض الأجهزة، ولكن فقط لضمان تنفيذ المهام التي أوكلت إليه. إذا نحن الآن في صدد أو متابعة كافة الإجراءات التي تقوم بها السلطات المعنية، والأمل والطموح يحدون إلى أنها تتخذ خطوات جادة في اتجاه تصحيح المسيرة وتخفيف العبء على المواطن. إذا لم يلتمس الديوان خلال هذه الفترة وما يصلنا من تقارير متابعة تنفيذية للإجراءات المتخذة، سوف يلجأ إلى تطبيق القانون كما أشرت، ومن ذلك إيقاف بعض الحسابات التي يرى الديوان من خلال إداراته المختصة وليست سلطة فردية. وود أن أؤكد وأنوه أنها تأتي في إطار تشاركي وجماعي بين كافة الخبراء في الديوان والإدارات المعنية. إذا رأوا أن هذه الحسابات الاستمرار في التعامل معها من خلال بعض الجهات يشكل خطرا جسيما على مال الدولة، سوف يضطر إلى إيقافها أو يضطر إلى إجراء رقابة مصاحبة تسمح بتسيير الإجراءات الضرورية للمواطن، وغيرها يتم وقفها.